إنجاز جديد بيضاف لسجل النجاحات الرياضية الدولية اللي بتحققها المنتخبات المصرية. المرة دي كان النجاح لمنتخب مصر الستريت وورك في بطولة العالم في لاتفيا. المنتخب المصري قدر أنه يحصد 3 ميداليات ذهبية حتى الآن. خلينا نتكلم عن الإنجاز ده وأيضا عن طبيعة الرياضة وفروعها المتنوعة بالإضافة لتاريخها في مصر. مرحب بمصطفى السيد المتحدث الرسمي باسم اتحاد رياضات الشارع. أهلا وسهلا بيك وصباح الخير عليك. أهلا وسهلا حضرتك وصباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا يا فندم. خلينا نتعرف إيه هي رياضة الستريت وورك أو رياضات الشارع وإيه هي أقسامها في البداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. رياضة الشارع بتنقسم عندنا إلى 3 أجزاء، عندنا الفري ستايل وعندنا السترينث وعندنا الباور. الفري ستايل ده هو عبارة عن جهاز زي جهاز العقلة، ده اللاعب بيبقى عنده حرية ان هو يعمل حركات بهلوانية او حركات حرة على الجهاز نفسه. مفهوم. عندنا السترينث ده والباور الاثنين بيبقوا على نفس الجهاز، جهاز العقلة ده او الجهاز المتوازي، ولكن الباور ده بيبقى بيستخدم فيها اوزان، سواء بيلعب عقلة او بيلعب ضغط او جامب بوكس او الكلام ده بيبقى بيستخدم فيه اوزان بيبقى شايلها، انما السترينث بيبقى من غير اوزان. دول الثلاث فروع اللي احنا اللي موجوده في الرياضه بتاعتنا. الرياضه بتاعتنا بس هي الميزه فيها ان هي ما بتحتاجش اجهزه غاليه او اشتراكات في جيم او اشتراكات كتيره، لا هو اجهزه بسيطه جدا ممكن اي حد يعملها في البيت او اي حد يعملها في ساحه مفتوحه او مكان مفتوح. عباره عن شويه حديد بس كده بسيط خالص. الحمد لله احنا في بطوله العالم السنه دي في لاتفيا حققنا حتى الان في البعثه 3 ميداليات ذهبيه. ولسه عندنا في 6 لعيبه تانيين لسه هيشاركوا، بس الفئات بتاعتهم لسه ما بداتش. كويس. السنه اللي فاتت برضو كنا في بطوله العالم في لاتفيا حققنا 2 ذهب و2 مركز تاني على العالم و3 مركز تالت. السنه الاولى كانت في روسيا، كانت السنه اللي قبل اللي فاتت حققنا واحد ذهب وواحد فضه و2 برونز. ده بالرغم من ان الرياضه تم اشهار الاتحاد بتاعها يمكن في نهايه 2018، اعتقد هي رياضه ما كانتش قديمه قوي في مصر، وبرغم من كده احنا قدرنا ان احنا ننظم بطوله عالم في سفح الاهرامات يمكن في 2019 في رياضه الستريت وورك. بالظبط، هو الاتحاد اشهاره كان خلال فتره قريبه خالص، ولكن الحمد لله احنا عندنا شباب كتير جدا بيمارسوا اللعبه، حوالي اكثر من 50,000 مشارك او ممارس للعبه. كانت اللعيبه قبل كده بتشارك في بطولات العالم بشكل فردي، ولكن منذ تاسيس الاتحاد شاركنا في 3 بعثات رسميه في بطوله العالم للسنه دي والسنه اللي فاتت واللي قبلها. بطوله العالم اللي اتنظمت هنا عند الاهرامات ده كانت يعني بشاره الاتحاد الدولي للعبه نفسه، كانت افضل بطوله عالم تم تنظيمها او الاتحاد العالمي نظمها في تاريخه. طبعا طبيعه المكان والاهتمام الحكومي معالي الوزير والقياده السياسيه في الدوله. طب كلمنا عن الاتحاد بتاعكم، اللي عايز ينضم لكم يعمل ايه؟ ممكن نلاقيكم فين؟ هل في ساحات شعبيه او نوادي مشهوره اللي حابب هذه الرياضه يعني يحب يروح يلعبها معاكم؟ هو احنا ما عندناش ساحات او اماكن تابعه للاتحاد، لان امكانيات الاتحاد زي ما حضرتك عارف ما بتؤهلوش ان هو يبقى فيه اماكن، ولكن اللعيبه بتتمرن زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا بنشتغل بيه نظام اللاعب الحر. اللاعب الحر ده هو بيتمرن او بيمشي مع مدرب بيتابع معاه بيتمرن عنده، واحنا بنعلن عن البطولات بتاعتنا وبنفتح باب التقديم بتاعها. عندنا طبعا صفحه الاتحاد على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا كلها، بنقدر نتابع من عليها كل بطولات الاتحاد بنعلن قبلها بشهر، او مقر الاتحاد في زهراء المعادي. طيب احنا بنقول ان احنا بقالنا 3 سنين تقريبا بنشارك بشكل رسمي في بطولة العالم وعندنا لاعبين بيحصلوا على ميداليات، الابرز في الفترة اللي فاتت، هل في حد من اللاعبين كان له الحظ انه يحصل على اكتر من ميدالية في سنين متعاقبة؟ عندنا في عبد الرحمن ممدوح ده حقق 3 ميداليات، اول مرة في 2021 كان في روسيا حقق مركز سادس، السنة اللي فاتت في لاتفيا حقق رابع، السنه دي ان شاء الله باذن الله هيحقق مركز، بس هو لسه ما شاركش او الفئه بتاعته لسه ما بداتش بطوله العالم. ان شاء الله دايما في الصداره ودايما التوفيق ليكم. كل الشكر لمصطفى السيد المتحدث الرسمي باسم اتحاد رياضات الشارع.